معنا مشاهدينا من بيروت توني أبي نجم الكاتب السياسي. سيد توني مساء الخير، أهلا بك معنا. هل هناك تحركات وفق معلوماتك تشير لأي تجهيزات لحزب الله للتوجه نحو سوريا، وما هي هذه المؤشرات؟ مساء الخير. بحسب بعض المعلومات المتوفرة، تم إخلاء لعدد من المواقع والمراكز في جنوب لبنان أو فلنقل لتخفيف الحضور العسكري فيها بنسبة كبيرة، مع نقل العناصر باتجاه الداخل السوري تحسبا للمواجهة التي قد تكون بحسب بعض المصادر قريبة. الأهالي في الجنوب لاحظوا في الأسابيع الأخيرة عمليات انتقال واضحة للعيان لمجموعات كبيرة من مقاتلي حزب الله من مناطق في الجنوب باتجاه البقاع ومن ثم الداخل السوري، وهذا ما يؤشر إلى أن أي جبهة مقبلة قد لا تكون على علاقة بالجنوب اللبناني، وإنما قد تتركز المواجهة في الداخل السوري أكثر. طيب، إذا ما حجم الخبر الخطر سيد توني الذي يمكن أن يجلب حزب الله للبنان في ظل تحركات الخارجية هذه؟ لبنان في غنى عنه. سيدتي، يعني عندما تندلع أي معركة لا يمكن لأحد أن يضبط حدودها ومساحتها الجغرافية وأن يتنبأ أين يمكن أن تبدأ وأين يمكن أن تنتهي. قد يتنبأ البعض أن المعركة المقبلة قد تكون ساحتها الأراضي السورية، ولكن من المعروف أن الإيرانيين لا يأبهون لكامل المساحة العربية، وعندما يغامرون فإنهم يغامرون بمصير الشعوب العربية والدول العربية. يكفينا في لبنان تجربة تموز 2006 والحرب التي جرت الويلات على لبنان، ونكاد نعتقد أن كل التهديدات السابقة بفتح الأجواء اللبنانية لعشرات آلاف المقاتلين من الميليشيات الشيعية في المنطقة هي تكاد تكون أقرب إلى الجدية فيما لو اندلعت حرب، وهذا ما سيجلب دمارا كبيرا للبنان، وخصوصا في ظل التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي اعتبرت أنه بعد الانتخابات النيابية في لبنان لم يعد بالإمكان التمييز بين حزب الله والحكومة اللبنانية، وبالتالي لبنان بكامله سيكون في خطر، وهذا ما سيعرض اللبنانيين كبشر ولبنان كمؤسسات وكاقتصاد إلى خطر كبير، وخصوصا أن في الحسابات الإيرانية لا وجود للمصالح لا العربية ولا اللبنانية. طيب، إذا كان يجلب دمارا كبيرا للبنان